بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، يتجدد لقاؤنا بإذن الله عز وجل في إطار الدروس الوعظية عن بعد، والتي يؤطرها المجلس العلمي المحلي للرباط بمناسبة الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا على غرار باقي دول العالم. في هذا اللقاء أيها السادة الكرام، نقف عند شطر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. في هذا الحديث الشريف يبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس، كل الناس، يجتمعون في شيء ويفترقون في شيء. يجتمعون في أنهم غادون سائرون في هذه الحياة الدنيا، مستغرقون أعمارهم وأوقاتهم في أمورها، يبيعون جهدهم وأفكارهم وإبداعهم وكل أنشطتهم، وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبائع نفسه. على هذا الأساس يجتمع الناس ويفترقون في اختيارهم للعوض والثمن واختيارهم للمشتري. فمنهم من يختار أن يكون المشتري هو الله عز وجل، ويكون العوض والثمنه ورضوانه وجنته ونعيمه. ومنهم من تهون عليه نفسه فيبيعها للشيطان مقابل الشهوات والملذات وهوى النفس ورغباتها، فيجعل عاقبتها إلى خسر في الدنيا والآخرة. وإن لكل تجارة مواسمها التي تزداد فيها أرباحها ويكثر فيها رواجها، وكذلك هو حال التجارة مع الله. ومن هذه المواسم العظيمة المباركة إخوة الإيمان أيامكم هذه وشهركم هذا، شهر رمضان ذو الرحمة المسدلة والبركة المسبغة. والتاجر الماهر بتجارته يعلم كيف يحصل على الربح الوفير بتحين الأوقات المناسبة وتصيد السلع ذات الربح الوفير. وكذلك التاجر الحصيف الذي يتاجر مع الله تبارك وتعالى يترصد الأيام المباركة من أيام الله، فيملأها بأفضل الأعمال التي تقربه إلى ربه، ويسلك أيسر الطرق وأقصرها لنيل مرضات الله تعالى. يقلب النظر في الأعمال فيجد أن أشرف ما ينفق فيه الإنسان عمره تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه. يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، يقول له: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك الليالي، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. معناه أن كل تاجر يبتغي الربح من وراء تجارته، وأن ربحك اليوم أعظم من ربح كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، أي لا يمكن لأهل الدنيا تحديد قيمتها. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. ويسمع قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فيعكف على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. وكذلك كان السلف الصالح ينقطعون عن كل شيء في شهر رمضان ويشتغلون بالقرآن الكريم. وإن التاجر الفقيه الحصيف يعلم أن للصدقة في شهر رمضان شأنا عظيما ومزية كبيرة، وذلك لشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل فيه، ولأن فيها إعانة للصائمين المحتاجين، ولأن الله عز وجل يجود على عباده في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة. فالذي يجود على عباد الله هو أحق بجود الله عز وجل عليه، فالجزاء من جنس العمل، فيكثر من الإنفاق. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وإليكم نموذجا من المتاجرين مع الله تعالى. روي أن مجاعة وقحطا أصاب الناس في خلافة أبي بكر الصديق، واشتدت حاجتهم ومصغبتهم، وفي يوم من الأيام نزلت بالمدينة قافلة لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فإذا هي 1000 بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا.
فجاء التجار يتسابقون لباب عثمان فأرباحه بالدرهم درهمين وأربعا وخمسا، وعثمان رضي الله تعالى عنه يقول: أعطيت أكثر من ذلك. فقالوا: من الذي أعطاك أكثر من ذلك وما في المدينة تجار غيرنا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إن الله أعطاني بكل درهم عشرة، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا. فقال: إني أشهد الله أن ما حملت هذه العير صدقة لله على المسلمين، على المساكين والفقراء المسلمين. فإذا كان تجار متاع الدنيا يتنافسون في أسواقهم، فإن أهل التجارة مع الله لكذلك يصنعون حرصا وتنافسا وبذلا. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التجارة معه الذين بشرهم بالخير العميم والفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.